عند وصول الفتح الإسلامي لأوساط آسيا وانفتاحهم على الحضارة الصينية اللي كانت معروفة بصناعة الورق، فأنشأوا المسلمون أول مصنع للورق في سمرقند أوزبكستان عام 751 ميلادي، وهذه الصناعة هي اللي ساهمت في ازدهار الحضارة الإسلامية ونشر العلم. تزايدت أهمية الورق إذ تم من خلاله تسجيل الاكتشافات العلمية التي ساهمت في الارتقاء بعلم الطب والفلك والرياضيات والأدب. وفي ذلك الوقت كانت الكتابة أمرا نادرا في أوروبا نظرا لارتفاع أسعار جلود الحيوانات التي كانت تستخدم هناك للتدوين. ولم تعرف أوروبا صناعة الورق إلا على يد المسلمين. يتعلق الأمر بصناعة الورق، وهي حرفة عرفتها سمرقند واشتهرت بها منذ القرن الثامن الميلادي. صناعة الورق اختراع صيني نقله العرب إلى أوروبا. اليوم غادي نشارك معكم واحد البلاصة اللي مشهورة في سمرقند، اللي عندها تاريخ كبير خصوصا على التاريخ الإسلامي. فكما كتعرفوا في القرآن الكريم من ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فكان هو محفوظ، ومن بعد عبدوا كيكسبوه في الأوراق. وبشحال هذه دولة، أول دولة اللي بدأت في الطباعة ولا صناعة الورق فكانت هي الصين، وثاني دولة اللي من بعد الصين هي أوزبكستان، وبالضبط في واحد المدينة اللي اسميها ديالها سمرقند. واليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقة اللي عندها تاريخ كبير خصوصا في التاريخ الإسلامي. فأول مرة تكتب القرآن فهذوك الوراق فين تكتب القرآن، تكتب في هذا الوراق اللي تصنعوه هنا في سمرقند. كاين هنا واحد لوكال تيوري لكم الطريقة كيفاش تصنع الورق. أنا شوف هذا هو السيستم اللي كيستعملوه. فهذه الخوت هي شجرة التوت، ومن بعد كينقيو شوف هنا كينقيو ومن بعد كيحطوه في الماء. من بعد منين كيساليو كيجيبو كيحطوه هنا. سميتو هاد الماء اللي جاي هنا جاي من الأجبال. هما كيستغلوا سميتو القوة ديال المياه ولا جري ديال المياه باش الدور هادي باش إبريسيو. Brother, what they do here? What now, exactly? Yeah, now we're in the Samarkand paper factory, and now we will see how the process of making the paper. And for making paper, we need to press it. And for the pressing, we need water. Yes. The power of water. The power of water. Water is coming from the Pamir Mountains, and the fast flour and the special instrument is going around and pressing it out. And inside we will see the part of material which we are pressing and making the paper. Okay. حاجة داخل الحل واحد طاس وكاين فيه هذوك الوراق ديال شجرة التوت باش يبريسيو. غنوريكم. Okay brother, let's go. Yes.
شوف هنا كما قلت لكم كاينه بحال واحد هنا هنا كيفرسيو سميتو الوراق هنا شوف من بعد كيفرسيو كتولي الحجم ديالو واقف شوف then we put ومن بعد to this water شوف من بعد كيحطو فهاد السطح هذا هو السيستم اللي كيسخن بيه شوف So how many hours they leave it? He leave it here 4 hours. How many? 2 hours. من بعد كيخليوه هنا ملي كيخرجوا داك الوقت ديال شجرة التوت كيخليه هنا تقريبا شي 2 ساعات. وهذه اللي كاينه لتحت الخوت هذه اللي كاينه لتحت هذه بجوج فهذه ورقات ديال القطن كيستخدموا القطن باش يجبدوا الماء من هذيك الورقه ديال التوت هذو هما الورقه ديال القطن ها ومن بعد من بعد 2 ساعات كيحطوا عليها الحجره كيحطوا عليها الحجره 24 hours 1 day نهار كامل كيجيو كيحطوا عليها هذه الحجره يخرجوا ديك الوقفه ديال التوت وكيحطوا عليها ديك الحجره 24 ساعه شوف هذه الورقه ديال القطن وهذه هي الورقه ديال سميتو ديال من شجره التوت تقريبا وقت الصيف تحتو تما تقريبا شي 5 ولا 4 سوايع ان وينتر 6 to 7 hours ومن بعد كيجيبوه هاد الحجرة هادي باش ينقيه ويرجعوه كلاط يعني رطب Say something about it. Very, I can say the quality is very good. You can tell, you can, you can't. How much is the paper? How much? You mean price? Yes. You know the price around for this paper. Yeah. Starting from the 60 to 80 cent. Yes. And you can see the quality is very good. And you should just use the special sound to make shiny. And then you know Samarkand paper was very good. It was good for, I mean, reading. Good for eyes because the color is not white. قالك هاد الورقة مناسبة للقراءة هي زوينة إلا بغيت تقرا وصي. You can't. ما يمكنلكش تقطعو. That's good quality. C'est vachement doux. Il y en a peut-être un qui est plus doux que l'autre. Au départ, c'est le papier moderne. Shop and the all materials, all everything is inside made of paper. شوف هادي كاع الحوايج اللي كاينين هنا بحال هاد الملابس هما مصنوعين من هاد الورق ورق ديال شجرة التوت. Also in Uzbekistan language we say also toot or what we say? Toot. Toot. تا هما كيقولوا لها توت. Everything is here in this market made of paper. And you can see kind of nice pictures on the Samarkand paper. This kind of things. End of paper. Yeah. سو كاع هاد الشيء اللي كان هنا مصنوع من الورقه ديال التوت شوف اوزباكستان الخوت نقيه بزاف اوزباكستان از كلين كونتري يو نو از نوت ديرتي Yes, because being keeping clean is like a part of our tradition. And how we know from the Islam, everything is started from the cleaning.
شوف هادو هما اللي كيطبقوا الدين الاسلامي صحيح. شو قال لي؟ قال لك حيت الاسلام تيفرض على الناس يعني باش ينقيو الشوارع. هذاك الشيء ما كنطفوا الشوارع نقيين بزاف. شوف ها Yes, and Uzbekistan also is safe country, you know. Yeah. So I see you leave your car is open. Now someone come to steal something. No. In Uzbekistan, you know also at home we don't block the home. Always it's open the gate, the doors, because we don't have this kind of actions. No theft, no robbery events. This is the most safe country in the world. Yeah, I can say so. In the top 10 list. سمعتوا الخوت، أوزباكستان هي واحدة من الدولات اللي آمنة بزاف اللي ما فيهمش الإجرام، وأيضا دولة نقية بزاف. سلموا على أخونا، شكرا بزاف. We say شكرا. شكرا. In Uzbekistan we say رحمات. رحمات. Thank you. رحمات. And one question please. Yes. And in Ramadan, the most people here fasting. They fasting. Yeah. The most people in Ramadan month they're fasting. I can say more than 70% of people in Uzbekistan they're fasting during the Ramadan month. In Uzbekistan, the less portion of people who smoke cigarettes. So and also maybe you also observed, so the people who smoke is very less. And because in Uzbekistan people try, you know, being the real Muslim, not smoking, not other, not robbing. Not drinking. Not drinking, yes. And we have a lot of halal restaurants. And also, it's some restriction to buy alcohol drinks. We have just special markets. And mm-hmm. just in the special markets, you can buy alcohol drinks. And also, it's up to the 11 o'clock. Then it closed. Yeah, I am happy to be here, brother. You know? Yeah, and you're welcome. This is a very nice country. Yeah, with big with big history, you know? Yeah, thank you. Shukran. Shukran. Rahmat. Yes.